السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. النهاردة هنتكلم عن رؤية السقوط في المنام. من أكثر الرؤى، وأنا أكرر وأقول من أكثر الرؤى التي تراها في المنام، رؤية السقوط في المنام. هذه الرؤية مشهورة جدا والكل يراها، وإن كانت محمودة أو مذمومة على حسب حالة الرأي. أولا، رؤية السقوط في مجموعة تعرفهم، فجأة لقيت نفسك سقطت في وسط مجموعة من الناس أنت تعرفهم. هذه الرؤية تدل على أن مشكلتهم أو مشكلتكم واحدة، يعني وكأن فيك طباع من هؤلاء الناس. إذا كان هؤلاء الناس في طرف ستكون مثلهم، إذا كان هؤلاء المجموعة التي تعرفها في الحقيقة في مشاكل ستكون مثلهم. وأحيانا تدل هذه الرؤية على أنك سوف تفقد السيطرة على أمور كثيرة في حياتك، بدلالة أنك فجأة بتلاقي نفسك في أماكن وفي وسط مجموعة من الناس وأنت يعني لا يد لك في ذلك. فهذه الرؤية تدل على أنك سوف تفقد السيطرة على بعض الأمور في حياتك. رؤية شخص تعرفه يدفعك للسقوط، هذه الرؤية تدل على أن الشخص إذا كنت تعرفه الذي يدفعك للسقوط، تدل على أن هذا الرجل أو هذه الشخصية عموما، سواء إذا كانت رجل أو امرأة، سيكون هذا الشخص عائقا في تحقيق أهدافك. ومع شديد الأسف، رؤية السقوط للمرأة المتزوجة، لو أنها تبحث عن حمل فهو حمل، وإن كانت ممن أنجبت يعني مش محتاجة أولاد ولا تبحث عن حمل، هذه الرؤية تدل على عقبات ومع شديد الأسف. وقال بعض المفسرين، دققوا في هذا المعنى، فهذا المعنى قد يتماشى مع كثير من المتزوجين المتزوجات عفوا النساء، أن هذه الرؤية أحيانا لبعض المتزوجات تدل على بداية سن اليأس. رؤية السقوط للبنت العزباء تدل على بداية علاقة جديدة تنتهي بالارتباط، وكأن المعنى أن السقوط المرأة المتزوجة أحيانا يدل على أشياء مغايرة تماما بالنسبة للبنت العزباء. رؤية السقوط للمرأة الحامل المولود ذكر، وكأن هذه الرؤية ليها علاقة بنوع الجنين، أن الجنين سيكون ذكرا إن شاء الله. أحيانا يأتي معنى السقوط في المنام إلى الانتقال من مكان إلى مكان آخر. رؤية السقوط في مكان فيه حيوانات، هذه الرؤية ومع شديد الأسف تدل على التخبطات الكثيرة في الحياة. رؤية السقوط مع الصراخ، هذه الرؤية تدل على أنك بحاجة إلى مساعدة الناس، وتحتاج أن تعتمد على بعض الناس في كثير من الأمور. دي كانت بعض الرؤى الخاصة بالسقوط في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.